وبعض أهل الخير الذين يقدمون لهم ما يسد رمقهم، فأهلنا الذين أنهكتهم الحرب وعانوا. إنه المسلم، إنه الطفل المسلم اليتيم الذي ويوليه العناية اللازمة. حينما قال صلى الله عليه وسلم أن الذي نشر الهدى في الناس عاش يتيما. ويحضر ذوق نفسي لكف العطف للهب أماه من يشتري لفرح والعين ترقبهم. Buyurun hocam, buyurun. Girin hocam istersen. Şöyle biraz kadın bu tarafa gelsin. Şöyle kenara koyacak bir şey. Şöyle kenara koyabilirsin hocam veya şuraya. Güzel. Tamam.